السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن الفرق ما بين الشورت A sound واللونج A sound. طيب أول حاجة لازم نعرفها لولادنا الفاولز، لازم نعرفهم إن إحنا عندنا حروف اسمها vowels. هي حروف الفاولز، حروف الفاولز اللي هي زي A E I O and U. دي اول حاجة لازم نعلمها لهم، ان احنا we have five letters and these five letters are vowels. لازم نعرفهم ان ال A وال E وال I وال O وال U دول vowels. طيب ايه فايدة ال vowels؟ هنستفاد منهم ايه لما نعرف ان دول vowels؟ هنستفاد منهم ان الحروف ال vowels دي ليها صوتين، ليها short sound وليها long sound. يعني الحروف دي ليها صوتين؟ ليها صوتين. هناخد مثلا النهاردة ال letter A، وان ال letter A ده ليه short sound وليه long sound. طيب ال short sound لل A هو هنفتح بقنا جدا ونعلم ولادنا ان هما يفتحوا بقهم عادي جدا ونعلمهم الصح، ونقول like apple and. هنفتح بقنا ونقول الساوند ده الشورت. طيب ايه هو اللونج؟ اللونج زي نفس اسمه، لو انا سألت الولد قلت له ايه الحرف ده هيقول لي ده حرف ال A، يبقى الساوند اللونج ساوند هو A. خلاص عرفنا الفرق، يبقى الشورت واللونج هو نفس اسمه A. تمام. طيب هنستفاد بايه بقى بالشورت واللونج؟ هنستفاد في القراية، لما نيجي نقرأ الكلمات هنستفاد ان اول رول عندنا حاجة اسمها CVCE. تمام، هنعلمها للولاد دلوقتي. اول حاجة لو احنا عندنا كلمات من ثلاث حروف اللي هي CVC العادية، هنا بيكون ده short sound، فده هيكون فهنزي هنا مثلا عندنا ك أ ن كان ت أ ب تاب، سهل جدا مفهوش اي حاجة. وفي فيديوهات انا كنت عاملاها للفونكس للشورت A sound، ممكن ترجعوا لها وتشوفوها. ده بالنسبة للشورت A sound. طيب اللونج A sound لما نلاقي نعرف الولد هنقول لهم لما نلاقي الماجيك E في الآخر وقبل الحرف اللي قبليه في A هننطقها A، مش هننطقها A، هننطقها نفس اسمها. عندنا الماجيك E بتحول أو بتدي power لل A بتخليها long sound. طيب هنقول هنا A not A، فهنقول ك A كين كين، سهلة. تعال نشوف اللي وراها، هنا هنقول أه ولا A عشان عندنا E. ت A ب تيب تيب، وكلمات كتيرة فيها نفس ال long A sound وال E في الآخر. ممكن مثلا نكتب كلمة زي كلمة مثلا نقرأ مثلا الكلمة دي مع بعض وبيشوفوها في الworksheets وياريت يعرفوها. كلمة زي دي مش عارفة شايفينها ولا لأ؟ باينة. تمام، كلمة زي دي. طيب نحاول نخلي الولاد يقروها لوحدهم. هنقول لهم الرول، هنقول لهم بص على الكلمة، عندنا الماجيك اي ولا مش عندنا الماجيك اي؟ عندنا الماجيك اي. طيب الماجيك اي هتخلي الاي لونج ولا شورت؟ long، يعني اه ولا ايه؟ ايه. طب يلا نقرا مع بعض، د ايت. طب احنا هنقول ديتي، هننطق الاي؟ لا، الاي سايلنت، الاي سايلنت، بس الاي بتدي الباور للاي وهي حرام، ما خلاص ما عندهاش باور تنطق سايلنت. طيب هتكون د ايت ديت ديت ديت، خلاص سهله. طيب انا هطلب منكم طلب، هنخلي الولاد تقرا كلمات فيها ماجيك اي في الاخر سي في سي اي، نخلي الولاد يقروها، وهطلب منكم طلب اللي انتوا تصوروا ولادكم فيديو هما بيقراوا الكلمات دي، وانا ان شاء الله تبعتوها لي وانا هحاول ان انا انزلها على اليوتيوب عشان نعمل تشالنجينج للولاد، يكون في تحدي مين قرا كلمات اكتر، مين عرف كلمات صعبه، الكلام ده كله. طبعا لما الولاد يشوفوا تشالنجينج زي ده هيتحدوا بعض ويحاولوا ان هم يقرأوا ويقولوا لا انا عايزة بقى احسن، انا عايز ابقى انا اللي اظهر وانا اللي اقول الكلمات.
فانا بشجعكم عشان تشجعوا ولادكم ان هم يقراوا وتصوروهم، ابعتوا لي الفيديو هنزله على اليوتيوب وهم هيفرحوا لما يشوفوا نفسهم على اليوتيوب ويكون في تشالنجينج ما بينهم. تمام، وكل حصه هناخدها نحاول نعمل التشالنج ده. خلصنا النهارده ده اول رول من اللونج ايه، في حاجات تانية هناخدها ان شاء الله على حصص تانية وفيديو. حلقه النهارده خلصت، اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا الفرق ما بين الشورت اي ساوند واللونج اي ساوند مبدئيا، يعني لسه في حاجات تانية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو انتي مش مشتركه في القناه ما تنسيش تسبسكرايب للقناه عشان تدعميني ان الفيديوهات توصل لناس كتيره جدا. كمان لو انتي مش موجوده على الصفحه اللي هي بتاعه الفيسبوك Kids Learning Station، هتلاقي اللينك تحت موجود في الديسكريبشن، هتلاقي فيه worksheets وفيديوهات تانية كتير جدا تعليميه. اتمنى ان انا يعني قدرت ان انا اغطي او اوصل المعلومه بشكل بسيط للولاد او بشكل بسيط ليكي عشان تفهمي ابنك. و thank you so much for watching and see you next time ان شاء الله.